في نوعين من الناس، الناس اللي عندها حظ فما عندها بثور على وجهها شوفوا وجهي يلمع، والناس اللي ما عندها حظ وعندها مستعبرة بثور على وجهها. لو كان وجهها يسوي مصنع حبوب كان راح يصدر كميات هائلة لكل البلدان الثانية. في الطفولة ما يكون مبين إذا عندك حظ أو لا، لكن لما توصل للمراهقة تكتشف شيء جبار. إذا ما عندك بثور على الوجه فأنت عندك حظ يكسر الحجر. تعتقدون أني أمزح؟ أنا ما أكذب عليكم، اليوم راح أقنعكم بهذا الشيء. في الطفولة كانت الحياة بريئة وحلوة، ما كنا أصلا ندري شنو معنى بثور. ولما انتقلت على الإعدادية في صباح مشؤوم كذا خرجت من البيت ورحت على الإعدادية، ما كنت أدري أنه هذا اليوم رح يغير حياتي بالكامل. في المدرسة الإعدادية كان عندي صديقة كذا تحتني بشكلها بشكل مبالغ فيه، وجهها يلمع كأنه زحليقة. لو كان وجهها بس كبير شوي كانوا كل أولاد الحي راح يجون يزلحلقون عليه. هذاك اليوم قالت لي وجهك عليه بثور، وكانت هذه من أصعب مواقف حياتي اللي اكتشف أنه وجهي عليه بثور. من نبرة صوتها كنت أعتقد أنها راح تقول شيء مهم، أنه كونان اكتشف العصابة أو أنه ناروتو سوى شيء مذهل. المهم هذاك اليوم كانت الثواني تعدي ساعات، كنت أنتظر اللحظة اللي أروح البيت وأشيل هذه البثور كأنها تنشال بين يوم وليلة. الثقة بالنفس هذاك اليوم صارت صفر. دخلنا حصة الأستاذة اللغة الفرنسية، كانت آية في الجمال والكل كان يشهد على جمالها، لكن هذاك اليوم اكتشفت شيء خطير. أستاذة اللغة الفرنسية عندها بثور على وجهها، وصرت أعد البثور 1 2 3. ليش تأشرين علي بأصبعك؟ أكيد مو منتبهة على الدرس، يلا قومي سبورة الحين. وهنا صار كل الطلاب يكتشفون جزيرة كولومبو على وجهي، كل المغارات وكل الحفر وكل التضاريس، كأنك أكلت صحن لوبيا ولقيتها على وجهك. شنو هذا الحظ؟ الزبالة. من يومها صار لازم ألقى حل لهذا المشكل العويص، وأول شي سويته أخذت مجلات أمي وصرت أبحث في ركن الجمال، ويا عيني كل جميلات العالم كانوا مجتمعين في هذا المجلة، وما كنت ألقى هذه الوصفة لإزالة هذه البثور. صرت كل يوم أنقب على البثور في وجه الإنسان، وفي المساء استجمعت قوتي وأخذت معجون الأسنان. يا مسبت يا لاوي يا خرابي. أخذت المعجون وحطيته على وجهي، حسيت انه وجهي خلاص انحرق، لكن كان لازم اني اصبر، هذا يبين انه مفعوله جبار. قعد دقيقه 5 دقائق لقيت وجهي احمر والبثور بعدها في مكانها. لكن يوم التغيير هو اليوم اللي راح تيجي فيه صديقه امي، وهذه كانت اكبر برقاقه على وجه الارض، كان لازم انها تلاحظ البثور اللي على وجهي. البثور عندك كثيره، لازم تشترين صابونه دوف وتغسلين وجهك كل صباح. كأنه إشعاع أمل لمع من بعيد، وهذه صابونة دوف. ما كنت أصدق أنه أخيراً رح ينشال البثور من وجهي. اشترينا دوف وكان ملمسها ناعم وريحتها مرة حلوة، وهذا كان يحمسني أني أغسل مو مرة مو مرتين 3 مرات في اليوم. ولما رحت على المدرسة، واو ريحتك مرة حلوة، سبحان الله صاروا البنات ما ينتبهون أبدا للبثور على وجهي. صحيح أن البثور كانت تبين شوي، لكن الأهم أن الرائحة والتأثير غطوا على كل شيء وصارت ثقتي بنفسي أكبر، وهذا يؤكد أنه أي فكرة نغرسها في راسنا نصدقها. بعدين اكتشفت أنه هذه البثور هي حبوب شباب وتنشال تلقائيا لما نكبر، أو إذا سوينا تغذية صحية مليئة بالخضار وقليلة من الدهون. أتمنى أنه قصة اليوم تكون أعجبتكم، وإلى اللقاء يا أهل أصدقاء.